أهلا وسهلا بكم. اختبار لغة عربية لتلاميذ سنة ثانية ابتدائي، نص وأسئلة. سوف نقرأ النص. في يوم العطلة تشارك حنان أمها وإخوتها في أعمال المنزل. تصحو في الصباح من النوم فتسوي فراشها ثم تنظف غرفتها وترتب أثاثها. تأتي أمها فتقول: ما أجمل غرفتك وما أنظفها. يعود أبوها من السوق فيجد المنزل نظيفا، يتناول الغداء ويشرب قهوته ثم يذهب للصلاة في المسجد. على التلاميذ قراءة النص جيدا حتى يفهمونه ويستطيعوا الإجابة عن الأسئلة التي تتمحور حول النص. أقرأ النص جيدا ثم أجيب. ألون بطاقة العنوان المناسب. والعنوان: هل هو يوم العطلة؟ في المدرسة؟ في الغابة؟ هل النص يتكلم في المدرسة، يدور حول المدرسة أم في الغابة؟ إذن يوم العطلة، هنا موجودة يوم العطلة، سوف ألون يوم العطلة. فيما تشارك حنان أمها وإخوتها؟ ها هي الإجابة هنا: تشارك حنان أمها وإخوتها في أعمال المنزل. نكتبها: تشارك حنان أمها وإخوتها في أعمال المنزل. اكتب مكان النقط صباحا، نقاط صباحا، مساء. يذهب الأب إلى السوق. متى يذهب الأب إلى السوق؟ أكيد صباحا، سوف نكتب صباحا. يشرب الأب قهوته. يعود أبوها السوق فيجد المنزل نظيفا، يشرب قهوته. إذا عندما عاد مساء، عند عودته شرب القهوة، معناها في المساء. اكتب: أنا، أنت، نحن. أنا نلعب في الفناء أم أنت تلعب في الفناء أم نحن نلعب في الفناء؟ نكتب: نحن نلعب في الفناء. أنت ساعدت أباك في تنظيف السيارة. أنت، نكتب أنت. أنا وأختي نظفنا المنزل. أضع الضمير أنا، نضع أنا، أنت، نحن في المكان المناسب. اكتب بخط جميل وواضح: تلبس سلمى مئزرها. نكتبها بخط جميل وواضح. تلبس سلمى سلمى مي زارها. تلبس سلمى مئزرها. أرتب الكلمات المشوشة وأكون جملة مفيدة. في الأم تغسل الحوض الأواني. راح نرتبوها، الفعل هو الأول، إذا نكتب: تغسل تغسل الأم، بعدها الأم، الأواني الأواني في الحوض. نتمنى منكم إنكم تدعموا القناة وتشتركوا وتفعلوا الجرس وتضعوا إعجاب ليصلكم كل ما هو جديد. ما تنسوش دعم القناة والاشتراك. بالتوفيق.